انظر إلى الأغراض من حولك، ذلك الغطاء على قنينة الكولا والنقود على الطاولة ولعبة البسطة في حوض استحمامك. هذه الأغراض وغيرها ليست كما تبدو عليه. حسناً، باستثناء لعبة البطة، لكن بعض الأغراض لها استخدامات سرية لم تخطر ببالك. القدور والمقالية، نعم يمكنك التطبيل عليها، لكن أتحدث عن تلك الفتحة في المقبض. ليس الغرض منها فقط تعليق أدوات الطهي على الحائط وتوفير المساحة، بل يمكنك أيضاً وضع الملعقة الخشبية في تلك الفتحة لمنعها من توسيخ الموقد والمنضدة. العلاقات الخشبية ليست أكثر راحة وأناقة من نظيراتها البلاستيكية والمعدنية فحسب، بل تطرد العدة والحشرات التي تحب أن تتغذى على ملابسك. في المرة القادمة التي تتسوق فيها لشراء علاقات ملابس، اختر علاقات مصنوعة من خشب الأرز. هذا هو السر. تلك الفتحة في أعلى عصا المصاصة ليست لفتة لطيفة من الشركة المصنعة لمنحك صفارة، بل تبقي الحلوى ثابتة في مكانها. تبدأ المصاصة كسائل، لذا تتدفق إلى الفتحة، وحالما تصبح صلبة فإنها تظل ثابتة في مكانها لحسن حظك. الجانب الأزرق من الممحاة ليس مصمماً لمحو حبر القلم، بل لأنواع الورق الأسمك والأصلب. هو فعال مع الأقلام، لكن تذكر الغرض الآخر منه في المرة القادمة التي تحاول استخدامه فيها على ورق رقيق، لهذا السبب سيتمزق الورق. هل سبق أن لاحظت تلك القطعة المستديرة الطرية تحت غطاء قنينة الكولا؟ والتي تبدو كعدسة لاصقة كبيرة وسميكة؟ في حين أن الغطاء نفسه كافٍ للحفاظ على السائل داخل القنينة، فإن القطعة الطرية تمنع الكربونات من التسرب، وبدونها ستصبح الكولا خالية من الغازات في وقت قصير قبل أن تشتريها حتى. لنتحقق الآن من الأغطية على الأنابيب الصغيرة، بعضها أجوف في الأعلى وله نتوء صغير. في حال سبق أن تساءلت عن سبب وجوده، إنه لثقب غطاء الأنبوب المصنوع من القصدير. يتناسب العنق تماماً مع هذه الفتحة، والنتوء مصمم لثقب الغطاء. لا حاجة للمعاناة عند محاولة فتح هذا الغطاء الصغير بأصابعك. مسند الرأس في سيارتك، يمكنك ضبط أعمدته المعدنية حسب طولك، وهذا شيء جيد، لكن مساند الرأس قابلة للفصل تماماً، مما يطرح السؤال التالي: لماذا؟ حسناً، يمكنك استخدام تلك الأرجل المعدنية لكسر النافذة في الحالات الطارئة عندما تكون عالقاً في السيارة. يستخدم ورق الملاحظات اللاصق Post-it ليذكرنا بالمهام التي تنتظرنا، لكنه مفيد أيضاً عند التنظيف. في حال نفدت مناديل تنظيف اللابتوب أو كنت لا ترغب في النهوض وإحضارها، ما عليك سوى لصق ورق الملاحظات في المكان المتسخ على لوحة المفاتيح وسحبه. كرر ذلك عدة مرات واستمتع بمفاتيح خالية من الفتات. تأكد فقط من إيقاف تشغيل الكمبيوتر أثناء قيامك بذلك. الآن تخيل التالي: أنت في رحلة تخييم ودخلت صدية في إصبعك، لم تحضر معك ملقطاً. من كان ليفكر بإحضاره أصلاً؟ إن كنت تحمل معك بعض النقود المعدنية، فيمكنك صنع ملقطة بنفسك. ضع 3 قروش فوق بعض وادفع نصف القرش الأوسط للخارج. يمكنك الآن ضم القرشين الآخرين معاً، وسيلتقطان أي شيء صغير بدقة متناهية. وهكذا يمكنك إزالة الشظية بسهولة، أو ربما شعرة أنف متدلية أثناء موعد مهم. أكره حدوث ذلك. أو دعنا نقول إن سكينتك غير حادة ونسيت إحضار شاحب سكاكين في رحلة التخييم تلك. ما الذي عليك فعله؟ قم بمجرد قلب كوب قهوة وأصبح لديك شاحذ ممتاز. الحافة السفلية لمعظم الأكواب ليست سلسة ومصقولة مثل بقية الكوب، وسن النصل هذا على السطح الخشن سيشحذ السكين بسهولة. هل أحضرت على الأقل خيط تنظيف أسنان؟ إن كانت إجابتك نعم، فلن تحتاج حتى إلى سكين إن كنت تقطع شيئاً طرياً مثل الزبدة. سيقوم خيط الأسنان بالمهمة. ونصيحة إضافية، يمكنك أيضاً قطع طرف مرطب الشفاه بخيط الأسنان في حال أوقعته على الأرض بدون غطاء وأصبح متسخاً، أو إن كنت تعاني من فوبيا الجراثيم وشاركته مع صديق. يا لا تلمسني! فيما يلي نصيحة مفيدة لأصحاب الحيوانات الأليفة: إن كان آثاثك مغطاً بفرو قطتك أو كلبك، وكنت على وشك الإفلاس بسبب إنفاق مالك على بكرات الوبر،
ارتدي قفازات مطاطية، فهي جيدة جداً في التقاط شعر الحيوانات الأليفة من الكراسي والكنبات. يظن الكثيرون أن الفتحة في وسط ملعقة المعكرونة موجودة فقط لتصفية الماء الساخن من المعكرونة في القدرة، لكن يبدأ غرضها قبل وضع المعكرونة في الماء حتى. إن قمت بملء هذه الفتحة بالسباغيتي الجافة، فستكون الكمية الدقيقة للحصة الواحدة. إليك خدعة أخرى يمكنك تجربتها. قم بتغطية المرآة في حمامك، أو على الأقل جزء منها بحجم الوجه، بطبقة رقيقة من معجون الأسنان، ثم امسحها. إن أخذت حماماً ساخناً، لن تصبح المرآة ضبابية من البخار. ستعمل هذه الخدعة على مرايا سيارتك أيضاً. وأثناء حملك معجون الأسنان في يدك، انظر إلى تلك العلامات الغريبة في أسفل الأنبوب. ظن الناس لفترة أن هذه العلامات تعني شيئاً مرتبطاً بمكونات معجون الأسنان، لكنها تخدم آلات المصنع، فهي تحدد الخط للآلة لتعرف مكان قطع وطي الأنبوب. لا شيء أسوأ من لدغة بعوضة كبيرة مسببة للحكة، خاصة عندما لا يكون لديك أي كريم لوضعه عليها. هل نسيت إحضاره أيضاً؟ يبدو أنك لست بارعاً في التخييم. لا تقلق، أدهن مزيل عرق على مكان اللدغة. سيكون لمزيل العرق تأثير مهدئ عندما يجف، وسيساعدك على تخفيف الحكة. إن لم يكن لديك مزيل عرق، فإنها مشكلتك. أعني، يمكنك أيضاً استخدام معجون أسنان أو عسل أو كيس شاي بارد. لتخفيف تهيج التهاب الحلق لبعض الوقت، يمكنك تناول المارشميلو. لن تعالج هذه الحلوى المنفوشة اللذيذة حلقك، لكنها ستساعدك على تحمل مذاق العلاجات المرة. إن استخدمت بالخطأ قلم خطاط دائم على لوحة بيضاء، فارسم فوق الكتابة بقلم اللوح، امسحه بعد ذلك وستختفي كتابة كلا القلمين. سحر! الثلوج خاصة في المدن مليئة بأملاح مختلفة، وتتجمع هذه الأملاح في الأحذية وتشكل بقعاً بيضاء بشعة صعبة التنظيف. والأسوأ من ذلك هو أن بقع الملح هذه تؤدي في النهاية إلى تلف جلد الحذاء أو أي مادة أخرى مصنوع منها. الأمر المفاجئ هو أنه يمكنك استخدام عصارة الليمون لتنظيف الملح من الأحذية. مجرد ملعقة من العصارة على قطعة قماشية ستؤدي الغرض. أصبحت لوحة مفاتيحك نظيفة بفضل خدعة ورق الملاحظات اللاصق، صحيح؟ لكن هل سبق أن تساءلت عن سبب وضع المفاتيح في مكانها الحالي؟ لماذا لا يستخدم الترتيب الأبجدي؟ لأن ذلك أثبت في البداية أنه مناسب للغاية. قبل زمن بعيد في العصور القديمة قبل أجهزة الكمبيوتر، استخدم الناس شيئاً يسمى الآلة الكاتبة. أو قديمة للغاية. كان بعض مستخدمي الآلة الكاتبة سريعين جداً، لدرجة أن آلية الآلة الكاتبة نفسها لم تستطع مواكبتهم وعلقت. وعندها قرروا تغيير ترتيب الحروف لإبطاء كتابة مستخدمي الآلة الكاتبة. لا تتأثر لوحات المفاتيح الحالية بمدى سرعة كتابتك، لكن ترتيب مفاتيح QWERTY بقي كما كان. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.